الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي أعاننا على صيام رمضان ووفقنا لقيامه فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين فيه وممن أعتق رقابهم والله قادر على ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه جابر قلوب اليتامى والمساكين أرسله الله رحمة للعالمين. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ثلاثون يوما مضت كلمح البصر وكأننا البارحة كنا نستقبل شهر رمضان وكنا نعد العدة لشهر رمضان وكنا نهنئ بعضنا البعض بقدوم هذا الشهر الكريم وكأنها لحظات وكأنها ومضات وكأنها ثوان. انتهى هذا الشهر الكريم فيا طوبى ويا سعادة من عمل فيه ومن اغتنم ومن قام ومن ذكر ومن قبله الله عز وجل، فكان في زمرة من أعتق الله رقابهم. ويا لتعاسة أولئك الذين ناموا والذين أمضوا هذا الشهر على الشاشات وفي القهاوي وفي أماكن اللهو. نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم. شهر رمضان كان بمثابة مدرسة لنا، تدربنا من خلاله على الصبر وعلى التحمل وعلى الإحساس بالفقراء، تدربنا من خلاله على ضبط النفس وعلى كظم الغير، تدربنا من خلاله أن نمسك ألسنتنا عن الفحش والبذاءة وعن قول الزور. فهذه المدرسة الذي يتخرج منها بنجاح يكون سائر أيامه وتكون كل السنة بعد رمضان على منوال شهر رمضان تقاً وورعاً وصياماً وقياماً وضبطاً للسانه وقلبه وجوارحه. نحن في أيام العيد نبدأ بأول يوم من أيام العيد، فحق لنا أن نفرح، حق لنا أن نسر، فالفرح إنما يكون بفضل الله وبرحمته، يكون بمغفرة الله سبحانه وتعالى وبالعتق من النيران، يكون بما أنجزنا وبما عملنا في هذا الشهر الكريم. فأعظم لذة وأعظم سرور أن يسر الإنسان بما قدم لآخرته
وأن يكون من الذين شمروا سواعدهم وعملوا في شهر رمضان وأضمروا نهارهم وأسهروا ليلهم وتعبوا على أنفسهم فلم يبالوا بتعب فلم يبالوا بوقوف في القيام ولم يبالوا بنعاس قاوموا هذه النفس التي تميل إلى الكسل وتميل إلى الدعة فلم يسمعوا منها أنينها ووسوساتها أنها تريد أن ترتاح تريد أن تنام فكانوا من القائمين حق القيام لله سبحانه وتعالى. وفي هذا العيد هو مناسبة لغسل القلوب من الأدران ومن الحقد والحسد، فما ينبغي لمسلم أمضى مدرسة رمضان أن ينهيها وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كره أو بغض أو خصام. هذا العيد مناسبة لكي نصلح ما أفسدنا، لكي نتصالح مع بعضنا، لا أن نتشاجر من أجل حطام الدنيا ولا من أجل أنا. النفس تريد أن تعلو بها، النفس تريد أن تعلو وتأخذ بك إلى مهاوي الردى، فلا تقل ومن هو حتى أذهب إليه وأصالحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، إن عفوت أعزك الله، وإن تواضعت أعزك الله، من تواضع لله رفعه الله، ولا ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا ينبغي، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. وأخيرا حتى لا أطيل عليكم، رمضان مناسبة لجبر الخواطر. إن كان جبر خواطر الفقراء والمحتاجين والمعوزين واليتامى والأرامل، حتى جبر خواطر أولئك المرضى الذين يقبعون في منازلهم لا يستطيعون الحراك، وينتظرون من أحدهم أن يطرق الباب ويدخل عليهم ويهنئهم بالعيد، فيجد هذا الفعل أعظم فعل منك، أنك تذكره، أنك لا تنساه، أنه في خاطرك، أنه على جدول أعمالك. أن نجبر خواطر أرحامنا، أخواتنا، إخوتنا، آبائنا، أمهاتنا، وهم أحق بالجبر، فلا نقص عليهم ولا نهجرهم ولا ننساهم. وإن كان البعد قد فصل بينكم فباتصال، فبمكالمة، فبمقطع صوتي تستطيعون أن تصلوا أرحامكم، وهذا أقل الوصال. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد نصر وفرج على سائر الأمة، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر.